مرحب بحضراتكم مرة أخرى. بقى واضح للجميع أن تطبيق العلم من أهم الأولويات النهاردة، وإحنا بنتكلم في القطاع الزراعي. النظم القديمة في الزراعة اللي ياما كلنا منها وحافظت على الأمن القومي الغذائي لسنوات طويلة، طرق جميلة ونجحت، ولكن في تحديات النهاردة بسبب الزيادة السكانية، التغيرات المناخية، محدودية الموارد المائية. ده كله بيحتم علينا أن إحنا نطبق أساليب جديدة في الزراعة. لازم واحنا شغالين نبقى عارفين في حاجه اسمها تحديث ري، استنباط اصناف جديده موجود تقاوي افضل انتاجيه ومقاومه للامراض. لازم اشوف الميكنه اخبارها ايه، طرق الزراعه العضويه دي كلها تؤدي الى تنميه حقيقيه في الزراعه. النهارده واحنا بنتكلم على طريقه ري قديمه بالغمر، طب الفلاح كان بيعمل ايه؟ يفتح القنايه مستني الميه توصل لغايه اخر الارض، اذا كان مشغل ماكينه او موتور الراجل ده مشغله بالكهرباء او بالسولار بيدفع بيعد فلوس، فده كل ده بيخليه في زياده في التكلفه في المصاريف وبيقلل من العائد. ازاي يا جماعه بعد كل ده يقلل من العائد؟ اقول لك اهو ده كلام الفلاح. النهارده انا لو ما اشتريتش تقاوي معتمده وتعودت ان انا اكسر من عندي او من عند جاري اعمل عمليه الاكسار، دي كلها بتقلل الانتاج عندي وتسبب مشاكل تخليني اصرف اشتري مبيدات وفي نفس الوقت ما فين المردود. المزارع اللي بيتكلم على طريقه الري بالغمر دايما تلاقيه يقول لك عندي عفان في الجذور، الارض مطبله. النهارده تحديث الري بقى من الملفات المهمه جدا في هذا التوقيت. غير مسموح ان احنا نتغافل دور العلم. انت عايز تشتغل وعايز تنتج كفلاح كمستثمر، وانا دايما بقول ان الفلاح المصري هو مستثمر في ارضه الزراعيه، طبق العلم. ما بقاش صعب زي زمان، بقت المعلومه متوفره وليها طرق كتيره جدا، اهمها دلوقتي قناه مصر الزراعيه على مدار اليوم، لان احنا من اول ساعات البث المباشر احنا بنتكلم على معلومه ارشاديه بتخص وبتهم المحاصيل في هذا الموسم، موسم صيفي او موسم شتوي. بنتكلم ونستضيف علماء بيتكلموا في الملف الزراعي، الراجل ده بيقول لك هتزرع ازاي وتجيب التقاوي منين وايه المعاملات الزراعيه والمقننات السماديه. فاحنا عندنا فرصه النهارده ان المعلومه بقت سريعه، واهميه ان المعلومه سريعه ان ده المعلومه اهميتها في توقيتها. عرفت التوقيت المناسب او تعرفت على المعلومه في توقيتها المناسب هنجح. معايا اول مداخله استاذ فريد من الاليوبيه، اتفضل. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك كنت عايز افسر منتجات النحل اللي هو سم النحل بالاخص، يعني ده تسال عليه في قسم بحوث النحل موجود في الدقي هنا وتستفسر منهم. انا ممكن ادي لك رقمهم، الاعداد هيكلمك تاني باذن الله يدي لك الرقم تتواصل مع القسم. انت عايزه ليه؟ سم النحل عايزه في ايه؟ حضرتك انا رحت لدكتور بتاع نباتات طبيه، لان عندنا طفله صغيره عندها سنه ونص، فحضرتك وصف لي لمده 3 شهور تاخد سم النحل حوالين الشره يعني تحت الكلى. ليه يعالج بايه ده؟ من كرونز، مرض كرونز، هو مرض وراثي واخداه وراثه عن الام. طب انت ما استشرتش بقى طبيب بشري؟ طبيب بشري حضرتك انا رحت فاكسيره فقال لي ده ما بقاش يجي من حوالي سنه ونص. لا وبعدين فاكسيرا ده مكان معتمد يعني وحاجه مضمونه. فحضرتك انا كلمت استاذ عصام هناك فقال لي طبعا هشوف الحكايه دي، ومن اسبوع ما فيش لا حس ولا خبر. استاذ عصام ده فين؟ استاذ عصام ده فين؟ في فاكسيرا. في فاكسيرا. طيب اللقاح. طب انا لازم برضو هتواصل مع حضرتك تاني عشان انا عايز اشوف انت محتاج السم ده لقيته في اماكن كويسه بس لقيته غالي جدا. بكام بيبيعوه؟ حضرتك مثلا 8 سنتي او 10 سنتي بحوالي 900 جنيه وانا ما اقدرش على التكاليف دي، وبعدين بيقول لي 3 شهور لازم تاخده لمده 3 شهور. انت تواصلت مع 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 اسمعني بس لحظه واحده، حضرتك تواصلت مع مكان طبي مرموق يقول لك الحاله دي تشخيصها وعلاجها ايه؟ طبي؟ الدكتور احمد ابو النصر، حضرتك اعتقد ان حضرتك عارفه. طيب الو، ايوه سامعك. الدكتور احمد ابو النصر. طيب انا هتواصل مع قسم النحل، هتواصل مع قسم النحل بمركز البحوث الزراعيه وهدي لك رقمهم برضو عشان تتصل بيهم وتشوف طلبك ايه. بس
حضرتك هل البرهات اللي انا باخدها تبقى يعني حاجه مضمونه وفي انا مع انا مش طبيب ومش معالج بالاعشاب، فشم النحل انت بتطلبه، انا هشوفه متوفر في قسم النحل ولا لا، وهديك رقمهم وهخليك تكلمهم. تمام تماما، بشكر حضرتك. استاذ ابراهيم من الدقهليه اتفضل. ايوه يا باشا، اهلا وسهلا الحاج ابراهيم. مرحبا يا باشا. احنا عندنا في الجمعيه ما فيش سماد في البلد. ده الدقهليه؟ اه، في قريه ميت العامل. ميت العامل؟ ايوه ميت العامل دقهليه. ما فيش سماد والجمعيه بتناكفنا على ما يدونا على ما يصرفوا لنا. انت خدت الدفعه الاولانيه للزراعه؟ ما خدناش للرز، والرز محتاج دلوقتي. ما خدتش للرز؟ ايوه. حاضر. هي ده مركز ايه؟ مركز اجل. طيب هنكلم وكيل وزاره الزراعه في الدقهليه علشان استعجال البرامج، برامج الاسمده من المصانع عشان تصرف. حاضر. مدير الجمعيه قال لك ايه؟ مدير الجمعيه بيقول ما فيش كيماء، ونعمل لكم ايه؟ اتصرفوا انتم مع المسؤولين. وهو موجود بيعمل ايه في الجمعيه؟ يعني هو ما هو مسؤول. هو الاعضاء قاعدين وخلاص، ويستضيفوا ناس في الجمعيه ولا في دماغه. مش ده مسؤول؟ هو مش مسؤول يتواصل مع مدير التعاون عشان مدير التعاون يتواصل مع وكيل الزراعه ونوفر؟ يعني في جمعيات اكيد هيلاقي فيها فائض اسمده يحوله على الجمعيه دي زي ما بيحصل. يعني ايه قاعد وبيستضيف ناس؟ بشكر حضرتك. هنكلم السيد وكيل وزاره الزراعه في الدقهليه قريه ميت العامل. منظومه الاسمده، المنظومه اللي بيؤن المزارع منها من سنين، التنسيق عليه دور كبير جدا في حل هذه المشكله. وزاره الزراعه عندها حصر بالاراضي الزراعيه. النهارده في تطور بالنسبه للكارت الذكي، ففي حصر ادق وتدقيق للحيازات. بتتواصل وزاره الزراعه مع المصانع المصنعه للاسمده عشان توفر الحصه المدعمه. في عندنا منظومه نقل، في سيارات، في محافظات بعيد، في جمعيات تعاونيه. المفروض ان هذه المنظومه منظومه ضخمه جدا ومحتاجه تنسيق شديد جدا. اي فرد في هذه المنظومه، منظومه الاسمده، عليه دور كبير في نجاح الموسم، وعليه دور كبير جدا في ان هو يساعد المزارع. هو بيدور على شكاره السماد قبل ما يدور على التقاوي، قبل ما يجهز الارض للزراعه، يقول لك السماد بتاعي يبقى موجود ابقى انا مطمن عشان ينجح في الموسم الزراعي. في مداخلات كتير واتصالات، وفي رسائل جات لنا على صفحه برنامج مصر كل يوم بتتكلم عن مشروع قرض البتلو. وفي ناس بيقول اصل انا رحت والموظف قال لي مفيش، موقوف. الموضوع مش كده، الموضوع ان الميزانيه تضاعفت. في اعتماد للمستفيدين بيتم كل فتره من وزاره الزراعه، كشف بيكمل بميزانيه بيتم اعتماده. انت لازم تقدم اوراقك يا اما في مديريه الزراعه يا اما في البنك الزراعي، ولو في مشكله قابلتك بتكلمنا. كل الاسماء اللي تواصلت معانا احنا وصلناها للدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه. استاذ محمود من محافظه سوهاج اتفضل. سامح بيه. يا اهلا وسهلا. كل التحيه والاحترام لسعادتك. كل التحيه والتقدير والشكر لحضرتك ولاهالينا في احنا محافظه. احنا بنعزك يا سامح بيه ونعتبرك واحد مننا. ده شرف ليا. ما كناش وعيش وملح معاك، لكن نعتبرينك واحد مننا. ده شرف ليا. نشكي لك همومنا ونقول لك على مشاكلنا، وانت بتستمع بكل اذان صاغيه وراجل محترم مستجيب. انت الاحسن. الله يكرمك. بص يا سامح بيه، في زراعه القمح حضرتك كنا اديتنا الدكتور صلاح برهاني والدكتور صلاح مكاري والدكتور هاني برهاني، كانوا متابعين معنا خطوه بخطوه. تمام. احنا دلوقتي حضرتك في الدوره. فعاوزين حد نتواصل معاه، لان انا عندي ارض موبوعه بالحشايش. أيوه. ارض موبوعه بالحشايش. تمام. مش عارف ارش بعد الزراعه ولا قبل الزراعه، محتار. طيب. بالراحه كده عشان انا فرحان ان انت كلمتني الاول، وربنا يديك الصحه. الله يكرمك. ما يعني انا بقول لحضرتك احنا بنعزك ونعتبرك واحد مننا، ما كلناش معاك عيش وملح، والله لكن حاسين انك واحد مننا. ده انا اجي لك مخصوص عشان ادوق العيش عندك. يا والله ده اكون سعيد فوق راسي من فوق. ده شرف ليا والله، يكون فوق راسي من فوق. انا ان شاء الله هعمل فقره عن زراعه الذره، والنقطه الثانيه هدي لحضرتك ان شاء الله رقم رئيس قسم الذره بمعهد المحاصيل الحقليه. ايوه. يكلمك ويقول لك على اللي انت عايزه، في مشكله تقابلك يحلها لك.
يا ريت يا سيدي. وعلشان كل الناس تستفيد هنعمل فقره برضو نتابع فيها الموسم، وده موجود على مدار اليوم على الشاشه. وبعدين انت محصول اديته اهميه حضرتك وتابعته في زراعته وخضواته، ما نديش بعد ما نزرع نحتاس. لا لا ما ينفعش. نتعامل ازاي مع الحشايش؟ نتعامل مع ازاي مع اللي مغيب الدوره اللي ما طلعتش؟ نحل مشكلتها ازاي؟ بشكرك ان انت اتصلت بي صراحه. الله يكرمك. عينيا الاثنين. هديك الرقم بتاع رئيس قسم الذره وهنعمل فقرات، واحنا على فكره مستمرين في القناه بمتابعه المحاصيل على مدار الموسم. عينيا يا حاج. حاضر. استاذ احمدي من المنصوره. ايوه يا باشا. اهلا وسهلا بيك ومحافظه الدقهليه. اهلا بك يا استاذ. اتفضل. احنا دلوقتي لغايه دلوقتي الدلال والدوره بقى لنا شهرين ما فتحناش كيماوي. الجمعيه اسمها ايه وفي مركز ايه؟ انت في مركز المنصوره. النازميه مركز المنصوره. النازليه؟ النازميه. ماشي حاضر. النازميه مركز المنصوره. استاذ فتحي معايا في الاستوديو هنا هيقول لي اسمها بالتفصيل. اتصلت بك يا استاذ، اتصلت بك من اسبوعين، اتصلت بك مره قبل كده. بص المشكله اللي بتجي لي بالكتير بيبقى تاني يوم الصبح وصلناها لوكيل وزاره الزراعه، انا هرجع اتابعه تاني. لا ما هو ما بياخدش الحصر، ما حدش حصر. الجمعيه مليئه كيماوي، في كيماوي موجود، والحصر بتاع الذره ما خدهوش. يا ايه هنديله رقم وكيل وزاره الزراعه دلوقتي. بعد البرنامج على طول. وهنكلم وكيل الوزارة. حاضر عينيا الاثنين. الحاج محمود من سوهاج قال لي انا عايزك تتابع معايا الدورة. في حشايش موبوءة، ارش ايه، اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ انت اهتميت بالمحصول ده واديته مساحة، مش بعد ما نزرع تسيبنا نحتاس، ده مش هيحصل ان شاء الله. نتابع معاكم الموسم لغاية معاملات ما قبل الحصاد والحصاد. وان شاء الله يبقى موسم ناجح ونحقق يعني زيادة في الانتاج. قدامنا لسه المجال طويل ومحتاجين مجهود اكتر ومحتاجين مصابره، وده الفلاح يقدر عليه. ان شاء الله ننجح مع بعض، لان انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على الامن القومي الغذائي، اساس الحياه ان انت يبقى عندك توفير للغذاء، اساس الاستقرار في اي دوله. ودايما بقول كل دول العالم وكل الحكومات هي بتسعى لايه؟ بتسعى جاهده ان هي توفر الغذاء لشعوبها. ده هو ده الامان، لان ده يخليك تحس بالاستقرار فعلا وبقوتك كدوله. استاذ جمال من محافظه بني سويف اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. عامل ايه يا باشا؟ يا اهلا بيك يا فندم. حضرتك انا حضرتك بشكو شكوى لحضرتك ترفعها للساده المسؤولين. الارض املاك الدوله، احنا اللي مصلحينها واحنا اللي ناحتين في الصخره على حسابنا. خدت بعضك؟ كانت في 2018 سعر الفدان ايجاره 157.5، قفزوها حاليا دلوقتي السنه اللي فاتت قال لك 700 والسنه دي بيقول لك 1450. حضرتك ايوه يا حاج سامعك اتفضل. حضرتك بالنسبه للعميل لما بنجيب مستلزمات انتاج على حسابنا والميه جوفيه، خدت بحضرتك، والسماد غالي والسولار غالي، وده كله حضرتك نجيب. انا بناشد السيد الدكتور محافظ بن سويف اذا كان هو مسؤول عن رفع الايجار ده او السيد الوزير عن هذا الوضع، لان احنا بنشكو انا بالنسبه لي كمزارع من ضمن المزارعين. هو تحديد سعر الارض اذا كان ايجار او بيع او تمليك او مزايده، هو بيبقى فيه لجان لتحديد القيمه حسب الاراضي المجاوره. يعني انت انا بتكلم معاك وهسمع منك للاخر، لان انا عايزك رسالتك تطلع كامله تقول اللي جواك دلوقتي. اي ارض بيتم تثمينها بيبقى من خلال لجان. انت الاراضي المجاوره عندك الايجار بتاعها كام انت ال 1450 دول بتدفعهم كل قد ايه؟ دلوقتي حاليا احنا من 2018 يا باشا، من ثلاث سنين 157 جنيه. ما هو ثواني بس، رفعوها ل 500. هل يعقل؟ انا بتكلم معاك ان في ارض الفدان ب 157 جنيه ايجار؟ يا سعاده الباشا ماشي، ما هو كل راس على قد وجعها. طيب انا بقى عايز ما بتنتجش. اسمعني طيب، ما هي ما بتنتجش. طب لما في فدان ايجاره 12000 جنيه، خدت حضرتك، بيجيب 25 ارداب و27 ارداب. انما ده بيجيب 6 ارادب و5 ارادب وغير المصاريف عليه. طيب انتوا ما عملتوش بقى مذكره تتظلموا فيها كمزارعين في هذه المنطقه؟ عملنا مذكره وقلنا نوديها في اليوم المفتوح بتاع السيد المحافظ بني سويف. تمام. خدت حضرتك على اساس ان احنا بنشكو له الشكوى دي. أيوة. لان بيقول لك ان المحافظ يعتبر رئيس جمهوريه في محافظته. تمام. فاذا كان هو المسؤول الاول فاحنا بعتنا الشكوى. واو حضرتك. انا بلاش قناه الزراعيين لان هي المتنفس الوحيد لينا، خدت حضرتك، وبرنامج انت حضرتك. فانا بناشد يعني بالنسبه لعاميه الساده المسؤولين اذا كانت الوزير او اذا كان المحافظ، خدت حضرتك، على اساس ان الناس دي مش حضرتك الدوله اللي صلحت، ده احنا اللي صلحنا.
في فرق بين الدولة تصلح وتديك الفدان وتيجي تقول لك الوضع ده أجاره كذا، إنما إحنا اللي صح اللي صلحنا، إحنا اللي نحتنا في الصخر. أيوه. وما زلنا. ومفيش أي زرع بيتزرع. زرع إيه دلوقتي يا حاج؟ أنا زارع عباد شمس، تلاقي بين الواحدة والواحدة بتاع 2 متر و3 متر. دوار شمس أه. خدت حضرتك؟ فليه يعني عشان نجيب 200 كيلو 300 كيلو أبص لك الإيجار 1450 جنيه غير مستلزمات الإنتاج. السمات حضرتك الأرض عندك الأرض عندك نوعيتها صعبة. نوعيتها صعبة والمية اللي بنروي منها مية جوه فيها ملح. وأنا كلمت معاليك أكثر من مرة عن طرق أدخل فوق البقسمون دي، وبعتني للسيد وزير الري بني سويف خدت بعتك علي عبد الحفيظ وقال لي ورحت لكاتل الهيوتي يعني حضرتك بالنسبه عميت بشكو كتير من الميه بتاعتنا. حاضر. خدت بعتك. انت قلت طبعا الرساله بتاعتك كامله هي على الهوا وانا برضو هتابعها عشان اعرف ايه الموضوع ده ويتحل ازاي. حاضر عينيا الاثنين. استاذ هاني من البحيره اتفضل. استاذ سامح ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم اهلا بيك. انا كنت كلمت حضرتك بخصوص ميه الري هنا عندنا في ابو المطامير في جناكليس البحيره الاسبوع اللي فات، بنفكر حضرتك يعني ما عرفتش نكلمك تاني يوم، انت قلت لي كلمني تاني يوم ما عرفتش نوصل لحضرتك يعني تاني يوم. طيب احنا بلغنا احنا ما زلنا بنعاني والله معاناه لا شديده. لا انتوا انا بص يا حاج طيب. المايه متوفره يا استاذ سامح، انا ما بنقولش مش متوفره عند المحطات بس، ولكن للاسف المحطات متهالكه والمناول اللي بيوصل المايه للترعه الفرعيه بتاعتي شبه معدوم. ليه؟ لان الشركه غير قادره ان هي توفر كراكات للتطهير وغير قادره ان هي توصل لي المايه لحد اخر الرشه. هم قالوا ان التطهير عليكم انتوا، اسمعني علشان انا عايز اعرف. طب ماشي التطهير عليا، التطهير عليا، طب بتدفعني 300 جنيه للفدان ليه؟ ما انت عندك انا بتناقش معاك، انا بتناقش معاك. ما توطي التلفزيون شويه لو سمحت او ابعد عنه. انا ماشي انا بتناقش معاك لان انا لما بلغت المشكله دي انت بتدفع 300 جنيه دي لصيانه للمحطات ولاستخدامها علشان ما توقفش، انما جزئيه التطهير مش انتوا اللي المفروض بتقوموا بيها؟ لا احنا بنقوم بالتطهير كل زرعه. طيب كل انت بتقول لي التطهير بنقوم بالتطهير بس، ولا طب المحطات اللي بقالها 30 سنه ما المحطه شغاله، المحطه مش واقفه. اسمعني بس يا استاذ علشان الاوان اللي هي تتغير او تتجدد يا استاذ سامح اللي بقالها 30 سنه. ما تسمعني طيب زي ما بسمعك. اتفضل. المحطات مش ما فيهاش اي اعطال، المحطات شغاله لان انا تابعت، لكن انتم الموضوع عندكم ما حدش عايز يطهر وطبعا المياه بتقف ما بتتحركش يا حاج. هنصور لك المواتير وحالتها حالا. ابعتها لي بص رقم الواتساب يا استاذ عياري نزله على الشاشه وابعتها لي دلوقتي. حاضر عينيا الاثنين. هنصور لك الحاجات دي ان شاء الله. لو ابعتها لي رقم الواتساب هيبقى موجود على الشاشه دلوقتي. بشكرك. تمام. لو سمحت يا جماعه يعني بعد اذنكم وطوا التلفزيون، احنا هنتكلم مع بعض من التليفون. الاستاذ عبد ربه من الشرقيه اتفضل. حاج عبد ربه. لا استاذ سامح. الحمد لله يا فندم. ايوه يا باشا دلوقتي مثلا ما اروح الجمعيه الزراعيه. ها؟ ايوه. الجمعيه الزراعيه يعني دلوقتي مثلا انا معايا فدانين وتلت، اعرف سمونهم ازاي ولا ليه كام شكاره برضه عشان ايه عارفين؟ ما كل حاجه حسب المحصول اللي انت زرعه، هي مش حصه ثابته. وبعدين في الجمعيه هو معلق جدول ملزم ان هو يسلم عليه، فدان الذره ليه كذا شكاره، فدان الرز مثلا ليه كذا، ده موجود في الجمعيه وانتوا عارفينه من سنين، ده مش النهارده. انت معاك الحيازه دي بقالك كام سنه؟ معانا من زمان من ايام سيدي. طيب من ايام سيدك انت عارف ان انت في مقرر سمادي ثابت بتصرفه كل سنه. يعني انت انا مش قادر اقول لك ثلاث شكاير ولا خمس شكاير، دي حسب نوع المحصول اللي انت بتزرعه وانت عارف كده كويس. احنا مثلا زارعين التلتين ذره والتلت رز. بيعمل لك حصر وبيديك على كل محصول الكميه بتاعته. فبقول لك الرز مالوش، احنا بنصرف للذره بس. ليه الرز انت زرعه مخالف؟ لا ما احنا لنا حته عاملينها والباقي الارض ذره. الحته اللي انت عاملها دي مخالفه فمش هديك عليها سماد. يعني الرز الحته واحده تبقى مخالفه؟ انت في الدوره الزراعيه ولا مش في الدوره الزراعيه؟ دوره زراعيه. يعني مخالف ولا مش مخالف قول لي. لا دي يعتبر مش مخالفه، ما نعماش على الدوره حته رز واثنين ذره. مين اللي حددها لك؟ اللي بيحددها المهندس الزراعي. انت شكلك لسه ما اتاكدتش. اتاكد عشان لو مخالفه هتدفع غرامه وما تطالبش بسماد. ليك حق وزارع يبقى تاخد السماد. انت فين بالظبط واديني البيانات، سيبها مع الاعداد وانا هقول لك.
تمام؟ انا ما اصلحش انكلوني رئيس مركز زراديه. عينيا الاثنين، بس انت شكلك زرع مخالف بيني وبينك يعني. صح؟ اه بس خلاص وعايز سماد. خلي بالك من نفسك. بشكرك. يعني عياري دايما بيفاجئني. تصبحوا على خير.